تدبير كما قلنا ملي بدات من العهد ديال حسبان وهي مستمره، نفس الرئيس كيجي رئيس كيدير نفس السياسه، كيجي الاخر اللي مضى كيدير نفس السياسه. علاش هذا الشيء كامل؟ لانه بكل بساطه عندنا واحد الرئيس فعلي هو اللي كيسير الفرقه من اتساع في التليكوموند، حتى واحد ما كيسيق لي اخبار، هو مريح مع راسه، ما كيدخل مع صحافه لا مع صداع لا والو، يعني لا مشاكل، بعيد هو على الصداع، ولكن كل شيء بالشوره ديالته وكل شيء بالتقرير وبالستيلو ديالو، هو اللي كيسيني، هو اللي كيعطي لاكور، ما عطاش لاكور حتى حاجه ما كدوز. دونك كيدوز واحد الرئيس واحد الوقيته تيعيا بحال الزيات، غدوز وقيته عيا سميتو الاخر داك حسبان، حسبان تا هو عيا، حسبان ماشي عيا لانه هو ما بغاش ما بقدرش يتحمل، حسبان يتحمل 700 ألف واحد دنيا هاني عنده، هاي جلس قد ما جلس راه واكل، راه نهار خرج بثلاث المليار في الديفيسي نون جوستيفي، ثلاث المليار تصور عمرك سمعتوا شي فرقه ثلاث المليار نون جوستيفي خرج بها، حاكموا شي واحد عاقبوا شي واحد. وهنا هنا بغيت نجاوب شي ناس وشي منخرطين، مع الاسف مع الاسف الرجاء ما حل مستواها، الرجاء في الوقت اللي هي ولات خاص المنخرط هو اللي يقوم بالدور ويضغط على المكتب باش تصحح الاوضاع، باش الفوضى اللي كاينه في الفرقه في الفيستير والفوضى اللي كاينه في التسيير، باش العقود اللي كيتسربوا، باش اللعابه اللي كيمشيو لينا، باش سميتو اخرهم هذاك الدري معاد، دابا تخرج الجمهور تيغوت، كانوا باغي يغمقوه حتى اخر الموسم ويصيفطوه، فهمتيني؟ هاد المشاكل كلها في العوض المنخرط يخرج يهضر عليها، في العوض يهضر على الانتدابات اللي تقوية الفريق، في العوض تكون فيه النفس حاره على الفرقه انها خصها تكون منافسه على مستوى العصبه، مع الاسف مخلينا سميتو راك شفتو الخرجه اللي خرجنا مدله امام فريق نكره، في العوض المنخرط تكون عنده هاد النفس، هاد النفس حاره هكا خارج كيسرح في الجمهور. خارج تيقول لك اودي شوفوا واش دابا هاد الناس غادي اش غنديروا معاهم، كيفاش هاد الرجاويين وهاد الشيء ديال الفيسبوك راه هو اللي خرج على الفرقه، وانه هاد الشيء اش باغيين اش بغاونا نديروا، هو الرجاء حتى واحد ما بغا يشدها. بالله عليكم لما قولي انا هاد الناس اللي كيقول لك الفيسبوك وهاد الشيء كثر وهاد الصفحات اللي كتنتقد واللي كتنتقد، قول لي شكون كينتقد من غير هاد الصفحات؟ راه نتوما المنخرطين اللي خصكم تنتقدوا الاولين، ماشي تلوموا مواقع التواصل علاش كتنتقد، راه نتوما خصكم فيكم الغيره، كون كانت فيكم شي غيره، ولكن مع الاسف نتوما جايبين الاغراض ديالكم، جايين تقضي غويرضاتكم وتزيدوا، ما عندكم غرض لا في الرجاء لا والو، هذا هو مشكلكم. فمع الاسف تيقول لك اودي الرجاء ما بغيش يشد حتى واحد، راه سميتو راه كثرت هذا الغيط اللي كاين وهاد الانتقادات ديال الانتدابات وهادشي اللي دايرين، انتدابات عاوتاني لاحظوا انتدابات، لو انه حتى واحد ما بغى يشد هاد الفرقه هادي، وراه حتى واحد حتى شي رئيس ما بغاش يجي، انا نفسر لكم شي هادي اللي كتبقى تعاودها كل مره غنجاوبكم عليها مره واحده، ديما كتقولوا حقه راه قالها مسكين غلام، قال لك الراجل غادي واحد الوقت بقى يشد حتى واحد، عرفتي علاش الراجل ما بغى يشد حتى شي واحد؟ لان فيها عصابات شادينا، ملي كيكونوا العصابات صحاب البلطاجه هما اللي شادين الفرقه، هما اللي داخلين في وسط المنخرطين، هما اللي متحكمين في الجسم ديال المنخرط اللي دوا كيخرجوا فيه عينيهم، وراه شفنا في الجمع العام خرجوا فيهم عينيهم ودخلوا سوق راسهم، ياك ما كذبتش. دونك ملي كيكون عندنا منخرطين من هذا النوع وكيكون عندنا مسيرين من هذا النوع، عندنا شيخ القبيله كيسير بالتليفون من اتساع ودير البلطاجيه اللي معاه، سي نورمال حتى واحد ما غادي يزعم، راه شفنا بو عبيد، راه شفنا حمدي، راه شفنا ذاك المشارك، شفنا ذاك الملياردير الاخر اللي جا مؤخرا ملي بغى يخو الزيات، هادو كلهم بغاو يشدوا الرجاء، ماشي ما بغاوش، بغاو ولا ماشي كلهم باغي يحطوا كبوا الفلوس، كاين اللي باغي يعطي شي شويه، ولكن الشيء الاخر عارف الرجاء عندها فلوس غتجيب فلوس لان عندها شعبيه وعندها كاريزما، ولكن ما خلاوهمش اللي دخل تما كيشعلوا معاه. اتونسيون انا صاحبي واحد قريب ليا، بغيت نجيب لك سميتو جبدو يمكن كاع يطلع معنا في هذا اللايف، بغى سميتو يدخل دابا اكثر من 15 يوم ولا 16 يوم هادي باش حاط الطلب ديالو باقي ما جاوبوش طلب الخيرات، علاش؟ لان كيغلغلو كيبحثوا عليه دابا باش يعرفوا واش من داك النوع اللي معارضه ولا من نوع داخل سوق راسو بارد، والا ما كانش بارد راه ما يدخلش وما يحطش رجليه معاه الخيرات، ماشي المنخرطه اللي ولا شتي علاش؟ شتي علاش حتى واحد ما بغى يشد الرجاء حتى واحد شي راه ما بغاش يشد على هاد السبب هذيك البلطاجه اللي كاينه في الفرقه، والبلطاجه اللي ما كديرونجيكمش نتوما المنخرطين، نتوما اغلب المنخرطين نتوما مرتاحين في هذيك البلطاجه، علاش؟ لان قاعدين غواردكم نتوما ما غرضكمش في الرجاء،
الحرقه لما كتجي كتجي لدوك الناس دوك الجماعه واحد خمسه ولا سته ولا 12 كاع بالمجموع ديال المنخرطين اللي فيهم النفس حاله شي شويه وباغيين يغيروا ويصلحوا في الراجل، هذوك ما لقاوش معامن، هذوك هما اللي كيبقى من نتوما اللي يقلب اهنيونا من الخيره من اهنيونا سيدي من انتدابات وحنا ما كاين حتى مشكل وحنا كذا وحنا كذا وحنا كذا، حنا عندنا احسن فرقه في العالم وما خصنا حتى حاجه، ما خصنا حتى خير. دونك كما كتشوفوا هناك تحايل، هناك اخبار، هناك صفحات كتخرج وكتطلق في الاخبار انه راه حكا هذه جديده راه قالت لي سميتو الاخر ديك الحسنيه قالت لهم عطيوني نناح وزيدوني فلوس تيطوان سميتو وجده قالت لهم جبرون وزيدوني فلوس حكا جبرون ما بغاش، هادشي كله حنا ولفناه وعرفناه وفهمناه، نتوما ما بغيتش ديرو ما بغيتش ديرو سميتو الانتدابات واضح. انا غنقول لكم واحد الكلمه بوضوح وسهله ومهله، ملي كنطرح انا السؤال غنعطي الجواب ديالي وغنفتح المجال للاخوان.